طيب سكوت. واحد اثنين ثلاث أمشي. نعسان كثير. كيفك؟ تمام الحمد لله. شو اسمك عن حالك؟ اسمي علاء أحمد، طالب هندسة حاسوب بجامعة بيرزيت في السنة الثالثة، عضو مؤسس في نادي الطلبة المطورين DSC بيرزيت University. أنا باسل حجاز، طالب هندسة حاسوب سنة أولى في جامعة بيرزيت، أحد أعضاء فريق ليميتلس. أنا عبد الله الخروف، Head of PR Department في DSC بيرزيت، أنا سنة ثالثة جامعة في تخصص هندسة الحاسوب في جامعة بيرزيت. اسمي نمر تميمي، طالب هندسة حاسوب في جامعة بيرزيت. أنا ليث أبو فرحة، تخرجت هذا الفصل علم حاسوب، شاركنا اليوم في سباق الهاش كود مع فريق كان اسمه بايت سوتش وحصلنا على المركز الثاني. اسمي بها زبل، أنا الفيلم ميكر بنادي الدي أس سي، وطلعت كثير قدامكم على الكاميرا، بس هاي هالمرة هي أول مرة بطلع قدامكم بشكل نوعا ما رسمي. أنا بتول صليبي، ليدر لنادي طلبة المطورين في جامعة بيرزيت لعام 2020-2021. أنا شاركت في المسابقة السنة الماضية، كانت بتنظيم الجي دي جي رام الله وباستضافة فكرة في جوال. كانت المسابقة من أروع التجارب اللي خضتها بحياتي، الحماس، روح الفريق، كل إشي كان جد، تجربة لا تعوض. مشان هيك لما نبعت إيميل جوجل هاشكود 2021 هاي السنة، قلنا لازم نعيد التجربة اللي إحنا خضناها السنة الماضية مباشرة. من أول ما نبعت الإيميل بلشنا بالترتيب وبالتنظيم، بعتنا الإيميلز لكل الناس اللي ممكن، إحنا حطينا إنه حطينا في بالنا ممكن يكونوا هوستس لهاي المسابقة، بعتنا إيميل لجوجل، بعتنا إيميل للجي تي جي، بعتنا إيميل للتكنو بارك، ما خليناش، اشتغلنا كل هذا الشغل رغم إنه فعلياً إحنا كدي أس سي مش ملزمين نشتغل هذا الشغل أو إنه نحتضن هذه المسابقة، بس إحنا منا اتطوعنا وعملنا. صلنا سنة إحنا بعيدين عن الجامعة، صلنا سنة الطلاب ما بيشوفوا بعض، ما بقعدوا مع بعض، تمام؟ شفنا إنه هاي المسابقة وتنظيمها في التكنو بارك ونجمع الشباب مع بعض يبرمجوا مع بعض كانت هي الفرصة الوحيدة إنه نعيد الحياة اللي كنا عايشينها قبل فيروس كورونا. بعد ما بعتنا كل الإيميلات والبروبوزلز وصلنا إيميل موافقة من التكنو بارك وإيميل تاني من جوجل وبلشت المسابقة. مسابقة يعني صعبة للأمانة، والكل موفق بأنه يسويها. اليوم شاركنا في جوجل هاش كود نسخة 2021 بالهب برعاية دي اس سي والجي دي جي رام الله في التكنو بارك. كانت تجربة رائعة، الأجواء كانت أكثر من حماسية، والحمد لله قدرنا نحصل على المركز الأول على مستوى الهب اللي شاركنا فيها. في البداية أخذنا وقت منيح لنقرأ السؤال نفهمه مع بعض، وبعد ما يعني فكرنا وطلعنا في الفكرة النهائية بلشنا نعمل يعني enhancements عليها، بلشنا نعمل implementation في الكود، وبلشنا كمان كل شوي نجرب نضيف نعمل تحسينات ونحاول نطلع في نتيجة أحسن. أكبر مشكلة واجهتنا خلال شغلنا على هذا الإيفنت هي مشكلة الدعم،
احنا كنادي طلبة مطورين كل اعضاء التيم فيه بيشتغلوا بشكل تطوعي، كل حدا بيشتغل بالسكيل الموجودة عنده، فانه نعمل ايفنت اوفلاين لاول مرة كان بيحتاج كتير اشياء بدها دعم، سواء البرينتابلز سواء البرايزز سواء السناكس وكل هاي الاشياء. بس الحلو في الموضوع انه التيم كان كثير داعم للإشي، انه حتى لو ما في دعم كان كثير حابب التيم انه نعمل هذا الايفنت اوفلاين. صح كان المبلغ مش كثير بس عملنا الايفنت. وبختام هذا اليوم المتعب حابب اشكر تكنو بارك على تعاونهم معنا في هذا اليوم. هاش كود طبعا كانوا خير شريك بتوفيرهم جميع المعدات من سبيس من الادوات اللازمه لهي المسابقه، وكمان حابب اشكر جي دي جي رام الله اللي كانوا معنا دائما ستيب باي ستيب لهي المسابقه، وان شاء الله دائما احنا بنطمح ان نوسع هاي الافاق ونتعاون معهم بمجالات ثانيه ومشاريع اخرى. ويعطيكم الف عافيه. على السيارة ذكية. لا لا الفريق للفريق الكور تيم. طيب لا لا إلنا هلا بقى هدول عشرة هدول.